يقول السائل: اشتريت قطعة أرض في بلدنا، السؤال: هل يجوز أن أبني عليها مسجد ثم استغل الدور الثاني لبناء شقة للسكن، علما بأن هذا الأمر حاصل في أغلب المساجد في البلد؟ لا، ما يجوز بناء المساكن فوق المسجد، لأنه يحصل فيها دورات مياه ويحصل فيها ما لا يليق في المسجد. لكن العكس، أنك تجعل الدور الأسفل مساكن تجعل فوقه المسجد، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أو إنسان عنده عمارة من أدوار، ثم بداله أنه يفرغ الدور الأسفل مسجد، ما يخالف هذا. أما أنه يبني من جديد، يبني مسجد ويبني فوقه مساكن، هذا لا يجوز. نعم.